يا سالم ترحب جيتك بالجزيل وبس من في حفلكم ما نبمح تاجل نقود ولا وصا انت القدع ما انت مقدع وانت قدوة غانم القدوة لهم منزلة والغانم لهم نزاع للمجد قمة فوقها حطيت لك بيت وعرين مجد يخصك معتبر وبريتي له مجد بنا مجد يخصك معتبر وبريتي له مجد بنا سبحان هاللي لسجدنا قانتين وعابدين وحده تعالى اللي نعبده ماشي معبود سواه حنا بشر نخطي ونستغفر ولله تايبين نستغفر الرحمن والله ما يخيب من رجاء مع القوي من العباد الله رب العالمين اللي محب الضعف في بندم لو انه في رضاه طيبين اليوم في وضع انتباه الله لا يبلني بما يبلى النصارى المشركين والله يهدي من يشاء والله ما حافظ من هدى واذا دعيتوا فاستجيبوا واعلموا يا مسلمين والدعوة هي جات من طيب هذا اللي نبى وانا مع الدعوة الطيب جدال ولا يمين احرص عليها مثل حرص للصيام وللصلاة عندي على رؤوس البشر وقلوبها شعت نعرف كنين الرجل من عينه ومن نبين باه يا سالم ترحيب جيتك بالجزيل وبس من في حفلكم ماني بمحتاج النقود ولا وصا انت القدام انت مقدة وانت قدوة غانمين القدوة لهم منزلة والغانمين لهم نزاة للمجد قمة فوقها حطيت لك بيت وعرين مجد يخصك ما تبر وضريك له مجد بنا راعي نكا راعي تقى للمتقين فيك الحمو وكأنها فرض مثل فرض الزكاة إخراجها واجب بفعلك والجماعة خابرين والله ما عندك غير من ضمن النعاتي تدها انت على ما شوفي واسمع جامع الدنيا ودين سنتين دايم من جمعهم في حياته ما على كرمه وعرمه يا الجناب السمح ومن الأولين الرجل منكم فالزعم والطيب ما يلحق مدى وانت يا كل ليل في عسرهم سيف حدف في لينهم كفك غنى سبحان هاللي له سجدنا قانتين وعابدين وحده تعالى اللي نعبده ماشي معبود سواه حنا بشر نخطي ونستغفر ولله تايبين نستغفر الرحمن والله ما يخيب من رجاء مع القوي من العباد الله رب العالمين اللي محب الضعف في بندم لو انه في رضاه طيبين اليوم في وضع انتباه الله لا يبلني بما يبلى النصارى المشركين والله يهدي من يشاء والله ما حافظ من هدى واذا دعيتوا فاستجيبوا واعلموا يا مسلمين والدعوة هي جات من طيب هذا اللي نبى وانا مع الدعوة الطيب جدال ولا يمين احرص عليها مثل حرص للصيام وللصلاة عندي على رؤوس البشر
البشر وقلوبها شعت رني نعرف كنين الرجل من عينه ومن نبين با يا سالمة رهيب جيتك بالجزيل وبالسمين في حفلكم ماني بمحتاج النقود ولا وصا انت القدام انت مقدة وانت قدوة غانمين القدوة الهم منزلة والغانمين الهم نزاه للمجد قمة فوقها حطيت لك بيت وعريق مجد يخصك ما تبر وضريك له مجد بنا رأي نقا رأي تقى والعاقبة للمتقين فيك الحموة كأنها فرض مثل فرض الزكاة إخراجها واجب بفعلك والجماعة خابرين والله ما عندك غيري من ضمن النعات تدها انت على ما شوفي واسمع جامع الدنيا ودين زنتيني دايم من جمعهم في حياته ما على كرمه وعرمه يا الجناب السمح ومن الأولين الرجل منكم فالزعم والطيب ما يلحق مدى وانت يا سالم ولا بعد مثل المريض اللي معينا دوا تفخر بك لدى العقيل كل عسر وكل ليل بعسرهم سيف حدث في ليل